من أنا وصغيرة أهلي عودوني أسمع الأغاني العربية الراقية واللي فيها أصالة، وهيدا الشي ربي معي. ومرة كنا بتركيا قاعدين بمطعم، فسمعنا أغاني تركية أثرت فينا كتير، لأنه حسينا أنه فيها أصالة بتشبه أصالتنا العربية. رحنا سألنا مين عم بيغني هالأغاني، قالوا لنا هيدا إبراهيم تطلسس. رجعنا على لبنان وصرت غني أغانيهم بالبداية من دون ما أعرف معنى الكلمات. وقد ما تأثرت بألحانهم وبأدائهم صرت نبش وجيب معاني الكلمات ليكمل إحساسي بالأغنية. ومن وقتها انغرمت إذا فينا نقول بهالأغاني، لأنه حسيت أنه انجمعت أصالتنا العربية مع أصالتهم التركية. منشان هيك أنا اليوم رح غني بالغرام لوائل كفوري، يلي هي غنية تركية بالأصل لإبراهيم تطلسس، اسمها أرامام ومعناتها إنه ما رح أسأل عنك.